خروج الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وصلى الله على جده محمد عليه الصلاة والسلام. سألني الرجل خروج الحسين أليس ثورة؟ لو أنه قال لي خروج النبي أليس ثورة لقد ألزمني أثر معصوم، ولكن الرجل سألني عن غير معصوم. فمن قال إن الحسين معصوم؟ ومن قال إن الحسن معصوم؟ ومن قال إن عليا معصوم؟ ومن قال إن فاطمة معصومة؟ اسمعوا، إنما المعصوم من لو لم يبعث لكان علي راعيا شاعرا، وكان الحسن والحسين غلمانا يلعبون في المدينة. أخطأ الحسين وأصاب محمد. اسمعوني، لا يقول أحد أخطأ الحسين وأصبت أنا. أخطأ الحسين وأصاب جده، أخطأ الحسين وأصاب الأنبياء. الأنبياء معصومون. اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، اسمع. لا غلط، أخطأت. تأشيرش وتقرأ من القرآن ما لا تعلم شيء. الآية التي قرأت من سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه في نساء النبي. الآية التي تتلي، اسمع إيه؟ طب اسمع، طب اسمع، اسمع: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وعمل الحسين. اقرأ لا تقرأ. قال الله: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة عمل محمد أم عمل علي وفاطمة والحسن والحسين؟ عمل محمد. لازمك الحق فاتبع. اسمع يا أخي، أكمل الآية أتم. إنما يريد الله، هذه الآية كما هي، ليذهب، سورة الأحزاب، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم الآية التي تلي بعدها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أين أمر الحسين في هذا؟ اقرأ. اسمع اسمع اسمع، اسمعنا أخي، اسمعنا أخي. الرجل استدل بأهل نساتيك. اوعى تفكروا، اوعى يظن حدا من الخوارج والثوار أنه أتى ببينة. كل عمل الخوارج تحت قدم نبي الله. يعلم الله أنني أتيت بالسنن، وأننا حدثنا بالكتاب وحدثتم بالشهوة والرأي والكذب والجهالة. صددناكم. اسمع، عمل الحسين ليس سنة. نعل النبي شرف للحسين، نعل محمد شرف لعلي، نعل محمد شرف للمسلمين، نعل محمد أثر، وعمل الحسن والحسين ليس بأثر. من قال غير هذا شيطان، من خالف شيطان. واضح؟ الأنبياء يتبعون محمدا ليس الحسن والحسين. لما أعرج بالنبي وأسري به بعث الله له الأنبياء من قبورهم. أما هم جميعا لا يؤم الحسن والحسين وأبا الحسن. فإن كان الحسين مصيبا فالحسن مخطئا، لأن الحسن نهى عن الحرب وأبى أن يقاتل وسلم لمعاوية. أحد آل البيت مخطئ، إما الحسن أو الحسين، من تريد؟ كلاهما صواب، كلاهما صواب، أحسنت. من منهم السيد؟ الحسن. قال النبي: ابني هذا سيد يصلح الله بين المسلمين. اثنين، أخي دعني دعني. الرجل قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مش هيك يا أخوان؟ الحديث صحيح. اسمع، وأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. أخذتم كل شيء عن أبي بكر وعمر؟ بسرعة. لا، كذابون. عمر قال بسند صحيح:
لأبي أمامة سويد بن غفلة لعلك أن تخلف بعدي، أطع الأمير، إن جلدك فاصبر، إن ظلمك فاصبر، إن حرمك فاصبر. هاي عمر، هاي عمر. وعمر أعلم من الحسين، وأبو بكر أعلم من الحسين، والحسن والحسين كانا ينظران لأبي بكر وعمر على أنهما شيوخ المسلمين وعلماء المسلمين وأتباع نبي الله والأئمة بعد نبي الله. حينما كان أبو بكر وعمر في الناس، من كان يستفتى، الحسين أم عمر؟ الحسين أم أبو بكر؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة في الحديث الصحيح، معصومون؟ حدثوني يا أخواننا، مش معصومين، منزلة رفيعة. أنا أسألك عن العصمة رفعك الله مما أنت فيه، أنا أسأل عن العصمة. محمد منزلة رفيعة وعصمة، محمد في الوسيلة والعصمة. من أرفع، الحسن والحسين أم محمد؟ خلصنا يا أخواننا، تنين يا أخوان. لو لم يكن من عمل الحسين إلا ما جرى مما ظهر من الشيعة لكان كفاية مما رأينا. هذه الشيعة متى كانت إلا بعد الحسين؟ يعني الدم والبلاء وكربلاء والالطيم والكذب على الله وعلى رسوله والشرك بالحسين والعبادة بالحسين، متى كانت إلا بعدما قتل الحسين؟ اسمعوني، لا حجة إلا في محمد. اسمع، من قال غير هذا كذاب. لا حجة إلا في محمد، على ابن مريم وعلى أبيه إبراهيم وعلى موسى ابن عمر. لا حجة في معاوية، اجلس اجلس. لا حجة إلا في محمد، من حاجج مسلما فليحاججه بمحمد عليه الصلاة والسلام. الحسن الحسن والحسين، اسمع يا أخوانا، وعلي، اسمع أخي، اسمع، الحسن والحسين وفاطمة وعلي، كما قال نبي الله، اسمعوا، يا فاطمة بنت محمد اعملي، إني لا أغني عنك من الله شيئا. ما كان المسلمون يحتجون بأم الحسين ليحتجوا بالحسين. لا تفعلوا كالنصارى كما جعلوا من مريم وابن مريم والعذراء وابن العذراء، فتجعلون من هذين الدين لله. إنما القول ما قال الله وقال رسوله، كبر الله. علي أثبت أم الحسن والحسين؟ علي، علي. مهم الحسن والحسين يطيعان علي. علي رضي الله عنه لما ولد له الحسن والحسين سماهما جعفرا وحمزة، فدعاه النبي قالوا أمرت أن أغير اسميهما. إيش تعرف هذا الحديث؟ ما بتعرف، تعلم. أمرت أن أغير اسميهما فسماهما الحسن والحسين. هذا سند حسن، واضح يا أخوان؟ طيب، هل يملك الحسن والحسين من أمرهما شيئا؟ باسمينهم ما كانوش يعني يملكان حتى عن علي، ولا علي يملك عن أمرهما ولا عن أمره شيء. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن احتج بعمل أحد من المسلمين فليس بحجة. إذا احتجيت بالحسين، الحسن خالف. إذا احتجيت بعلي، عقيل خالفه، أخوه يعني، واضح؟ وتلاعنه وتقاتله، لا نحتج. إذا احتجيت بمعاوية احتجوا بعلي، وإذا احتجوا بعلي احتجوا بمعاوية، وإذا شايعت عليا شايعوا معاوية. وقلت لكم شايعوا محمدا عليه الصلاة والسلام، إن عليا يقبل قدم نبي الله مرضات الله، والحسين كذلك والحسن كذلك. اسمعوني، مر الحسن كان يصلي وقد عقص شعره وراء رأسه، عقصه يعني ربطه وراء على قفا رأسه، واضح؟ رابط شعر. فجاء أبو هريرة، ليس عليا ولا فاطمة، أبو هريرة رضي الله عنه، فحل العقص من شعره. فالتفت الحسن بعد أنه ليه أحلت، فقال له أبو هريرة، اسمع، نهى نبي الله أن يصلي أحد وشعره معقوص.
قال له الحسن أنا أهل البيت، أنا سيد شباب أهل الجنة. أمسك الحسن لأنه يعلم من جد الحسن. والله لو أن فاطمة وعليا والحسن والحسين خرجا من الكساء فخالفا محمدا لأكبهما الله في النار، صحيح ولا لا؟ غصب عنكم جميعا. والله لو أن أبا بكر وعمر خالفا نبي الله لغضب الله عليهما، ولو عصياه لأكبهما الله في النار. هذا معلوم، الدين دين هذا النبي وكلام هذا النبي. الآية التي نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في أبي بكر وعمر، ويوم الحسن والحسين غلمان يلعبان في المسلمين، واضح؟ ما أحد يحتج بالحسن والحسين. الحسين ليس معصومة، الحسن ليس معصومة. تنين لما الحسين خرج أتاه أشياخ أصحاب نبي الله، نهوه ابن عباس من آل البيت ولا مش من آل البيت؟ سرعة، من آل البيت ولا ليس من آل البيت؟ ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن. الحسين كان يتعلم من ابن عباس أخوان. والحسين ابن عباس معلوم علمه في القرآن. لما أراد أن يخرج الحسين جاء ابن عباس من آل البيت قال لا تفعل لا تفعل، لولا أن يقول الناس لنشبت أظفاري في رأسك. هيو آل البيت، ليس أنا من أنهاه، واضح؟ أتاه عبد الله بن عمر قال لا تفعل، أتاه جابر بن عبد الله، أتاه أبو سعيد الخدري. ثم كان من أمر الحسن قبله ابني هذا سيد، قال عليه الصلاة والسلام كان الحسن جالسا بجانب نبي الله على منبره. كان الحسن جالس وين أخوانا؟ على منبر نبي الله. فقال النبي ابني هذا سيد، بما السيادة؟ عسى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فلما تنازل الحسن، هذا عمل آل البيت وعمل أسياد آل البيت، واضح؟ أقول لك ليست الحجة في الحسين ولا في الحسن ولا في أم الحسن والحسين ولا في أبي الحسن والحسين، بل في النبي الذي يرجو إبراهيم شفاعته يوم الدين. سمعت من؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطاه ثلاث مسائل قال ادعو لا أردك، ثلاث مسائل، واضح؟ قال اللهم اغفر لأمتي، طبعا استجاب الله. الثانية قال اغفر لأمتي. الثالثة قال خبأتها ليوم يرغب إلي فيه الخلائق حتى إبراهيم. أين الحسن والحسين يومها؟ وأين علي؟ إبراهيم يقول نفسي نفسي، يرجو مقالة نبي الله، يحشر الناس على قدم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح، هذا صحيح عن نبي الله، واضح؟ فمن أراد دينا يقرع به الجنة فليعض على لسانه لا يخالف نبي الله، وليمسك على جوارحه لا يعصي الله، واضح أخواننا؟